نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم على آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبائي الطلاب، ده معكم الآن في درس جديد من دروس مادة لغتي الخالدة، وهو الرسم الكتابي وتكوينات خط الرقعة، رسم حرفي الفاء والقاف منفردين ومتصلين بخط الرقعة. هذا النشاط تمهيدي يا أحبائي، يعلمك كيف تكتب خط الرقعة وخاصة حرفي الفاء والقاف. اكتشف مع من بجواري الحرفين الناتجين عن تركيب كل جزئين مظللين من ما يلي: الجزء الأول حرف الواو، رأس الواو، زائد جسم الباء، زائد جسم الباء. إذن رأس حرف الواو زائد جسم الباء يكون معي حرف الفاء. رأس زائد عنق حرف الواو مع جسم حرف الباء يساوي حرف الفاء. نجد أيضا هنا رأس الفاء مع جسم النون يساوي حرف القاف. رأس الفاء مع جسم النون يساوي حرف القاف. أكون من الأحرف التالية كلمات تشتمل على الحرفين المذكورين في الجدول. عندي الحرف فاء وراء والدال والقاف والألف. حرف الفاء منفردا رف، متصلا في البدء، في بدء الكلمة، أفراد أفراد، متصلا في الوسط قفر قفر، متصلا في النهاية أقف أقف. نذهب سويا إلى حرف القاف. نجد حرف القاف يتكون من هذه الأحرف: دقة دقة، متصلا في البدء قرأ قرأ، متصلا في الوسط فقر فقر، متصلا في النهاية دافق دافق. ثانيا أقرأ وأتأمل، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نجد حرف القاف في الصدقات، ونجد حرف الفاء في كلمة تخفوها، والفاء والقاف في كلمة الفقراء. أتأمل بين صورتي الفاء والقاف منفردين ومتصلين بخط الرقعة. صورة الفاء أولا، كما تشاهدون، جزء من حرف الواو وجسم الباء، ولكن عند كتابتها بخط الرقعة نقوم بطمس حرف الفاء، نقوم بطمس حرف الفاء. حرف الفاء في خط النسخ يتكون من الأجزاء ذاتها، ولكن رأسها مستديرة مفرغة كالواو، أي غير مطموسة، وتتصل بما بعدها أو بما قبلها، أو تأتي متطرفة كما هي في الرقعة. في فق نف، وحرف القاف في خط النسخ يتكون من الأجزاء ذاتها، وينزل جسم النون تحت السطر في حرف القاف، وترسم النقطتان متجاورتين، ويتفق القاف مع الباء مع الفاء في البدء والوسط، ويرسم في النهاية كالمنفرد. هنا في النشاط التمهيدي يمهد لك كيف تكتب حرف الفاء والقاف. وحدد الخطأ في كتابة الكلمات التالية ثم اكتبها صحيح. سوف
سوف. طيب عندي كلمة سوف، نوع الخطأ يا أحبائي رسمت رأس الفاء في خط الرقعة غير مطموسة. فقرر، فقرر، نوع الخطأ رسمت رأس القاف الوسطية مطموسة في خط الرقعة ونقطتاها منفصلتين، لأن النقطة في خط الرقعة تكون الرقعة تكون متصلة. هذا بالنسبة للنشاط رقم 1، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة لغتي الخالدة.